ابن الميه ولو اتحط في الميه بيموت. بيموت السمك. بس السمك العكس. العكس ازاي؟ لو طلع بيموت. هو السمكه بنت الميه؟ لا، بنت امها. انت ابوها. ابن الميه لو حطيناه في الميه يموت. ابن احنا الانسان، ما كان في رحم امه في ميه، ولما الميه يغرق ويموت ممكن مثلا عادي، صح؟ الانسان في ناس تعرف تعوم عادي ممكن ما تموتش. انا ما بعرفش اعوم، هغرق اموت. يبقى الانسان لو حطيته في الميه هموت. انت ابن الميه؟ لا، ما انا كنت في رحم الام في ميه برضه. رحم الام ميه؟ في ميه. مش عارف بقى، اسأليهم هما ممكن يكونوا عارفين. هسألك سؤال ماشي؟ تمام. ابن المية ولو حطيناه في المية يموت، ايه هو بقى؟ ابن المية لو حطيناه في المية، هقولك، استنى. ابن المية لو حطيناه في المية يموت. ابن هجيبها انا والله، هجيبها. ابن الميه ولو حطيناه في الميه يسيح، ايه هو؟ تلج. ازاي؟ ما هو انت تسيح. تمام. هقول لك، انا قلت سؤال غلط. المفروض ابن الميه ولو حطيناه في الميه يموت. لا مش هو. مش عارف. السمك لا. ابن المية لو حطه في المية يموت. ايه اللي ممكن يموت لو اتحط في المية؟ النار. طيب لا، النار بنت المية؟ معرفش. ابن المية ولو حطيناه في المية يموت. المركب اللي في أسئلة تانية؟ ما رد، جاوب لي بس على ده. ايه اللي ممكن يموت لو حطيناه في المية؟ يعني ما اعرفش الصراحة. ابن المية ولو حطيناه في المية يموت، ايه هو؟ تلج. صح؟ عارفها؟ سمعتها؟ لا والله انا عارفها بجد. برافو عليك. كان حد خسيس قالها لي قبل كده، بس مش من دول. حد انا عارفه يعني. عرفتها من اول مرة؟ بصراحة. ابن المية ولو حطيناه في المية يموت، ايه هو؟ ابن المية ولو حطيناه في المية يموت. لا ما اعرفش. فكر كده. ابن المية. ايه الحاجات اللي لما تتحط في المية بتموت؟ مش عارف. النار مثلا، حاجة زي كده. مش عارف. النار بنت المية؟ لا طبعا، ما انا قصدي الحاجات اللي بتموت. ماشي، ايه تاني غير النار؟ لا مش جاي في دماغي خالص. ايه اللي بيسيح في المية؟ بيسيح في المية؟ لا مش باينه خالص. ايه اللي بيسيح في الميه؟ مش عارف. حاجه من الميه. في الميه بتموت؟ تتحط في الميه بتموت؟ هي بنت الميه ولو اتحطت في الميه بتموت كده. بنت الميه ولو اتحطت في الميه بتموت. مش عارف. بنستخدمها كتير في الصيف لانها طبعا بنت الميه. تلج. تلج. تلج نوع بيسيح. بيسيح ازاي؟ بيموت. بيسيح ده تلج نزل ميه بقى ميه. كان تلج مات. صح. برافو علي كده. مظبوط. ابن الميه لو حطيناه في الميه يموت. لا مش عارف. فكر يا محمد. طب ايه الحاجات اللي لو اتحطت في المية تموت؟ استحالة يكون مثلا انسان، بس مش ابن المية. بس اكيد الانسان لو اتحط في المية هيموت. ما بتعرفش تعوم؟ لا. في ناس بتعوم عادي هتتشكل. لا مش معاك. ابن المية ولو اتحط في المية بيموت. بيموت؟ السمك. بس السمك العكس. العكس ازاي؟ لو طلع بيموت. هو السمكة بنت المية؟
لا بنت بنت امها. ابوها. مش عارف. حاجه من الميه. بالميه بتموت؟ بتتحط في الميه بتموت؟ هي بنت الميه ولو اتحطت في الميه بتموت كده. بنت الميه ولو اتحطت في الميه بتموت؟ مش عارف. بنستخدمها كتير في الصيف لانها طبعا بنت الميه. تلج تلج تلج. نو بيسيح. بيسيح ازاي؟ بيموت. بيسيح ده تلج نزل ميه بقى ميه. كان تلج مات. صح. برافو عليك. كده مظبوط. في حاجه تانية؟ خلاص كده هو ده السؤال. ماشي. حاجه تانية؟ ماشي. اللي بيتحط في الميه يموت. التلج. التلج ابن الميه. لو اتحط في الميه بيموت بيسيح. برافو عليك. ربنا يخليك. اللي بيسيح طيب. يعني ايه اللي بيسيح طيب؟ عموما يعني حاجه بتسيح كده. ايه هي بقى؟ لا والله ما اعرف. مش كيف دماغي. ركز يا محمد. حاجه بتسيح في الميه. طالما في الميه كده ساح. تنوف السكر. ما اعرفش. السكر بيدوب مش بيسيح. ما اعرفش صراحه. ايه اقول لك ايه؟ مش عارف. انا مش عارف. بحاول افكر. اقول ايه؟ احنا في الصيف بنشرب ميه. ايه؟ ميه ساقعه. ميه ساقعه دي بتسقع ازاي؟ تلج. تلج ماله التلج؟ هو التلج ماله بقى؟ بيسيح في الميه. طيب ابن الميه بيسيح في الميه. تلج. مقتنع ولا ممكن يكون في اجابه تانية؟ هي دي اللي مقتنع بيها ولا عارفها دلوقتي؟ ركز يا منى. ابن الميه. مش عارفة. ايه يا منى؟ ركزي. ابن الميه لو حطيناه في الميه يموت. لسه كنا بنقول ايه؟ وانا قلت لك انا قلت سؤال غلط. التلج. طيب ماشي. طب ما انا قلت التلج انت قلت غلط فانا مفكر. انا بقول لك انا قلت سؤال غلط فبقول السؤال تاني صح عشان انا كنت اتلخبطت في الاول. كره حاجه تانية بقى. ماشي. انا بناشد. هي بنت. بنت قالت لي انا لسه ماسك فيها امبارح. انت غبيه واغبى كائن شفته في حياتي. هي اللي قايله لك السؤال. ما ايوه عشان كده بقول لها. لا المفروض تشكرها. لا اشكرها ليه؟ ما هي كانت زنقاني برضه. ولما هي سالتولك جاوبته على طول ولا لا؟ هي كانت بتقول لنا اسئله سهله يعني. كتر خيرها بصراحه. ايه غير الانسان طيب؟ الزرع. ماله الزرع؟ ما بيتسقي ميه. ما لو اتحط في الميه يموت. لا هو كده بيتسقي ميه فهو لما بتحط له ميه ما بيموتش. هو كده بيكبر ويترعرع. مش معاك. لا طب ايه اللي ممكن يسيح لو حطيناه في الميه؟ يسيح لو حطيناه. ممكن التلج ولا الميه سخنه. لو ميه عاديه. ما اعرفش. يبقى ايه اللي هيموت لو اتحط في الميه؟ التلج. تلج. لا ابن الميه ولو حطيناه في الميه يموت. التلج. ازاي؟ ما هو مش هو اساسا الميه بتتجمد ولو حطيناه في الميه هيسيح. مفيش حاجه ثانيه؟ ده اللي جه في دماغي دلوقتي حاليا يعني. في حاجه ثانيه يعني؟ في اجابه ثانيه؟ لا انا بسالك عادي. انتوا مسستمين نفسكم في اجابه ثانيه طيب ولا ايه؟ لا بقولك انا بسالك عادي. لا هو ده دي الاجابه اللي انا شايفها صح. انت عارفها ولا حد قالك عليها ولا؟ لا عادي ده الشباب قعدت اسالهم محدش عبر يعني. تمام. لا فهمني بقى يعني هما اصلا قالوا لك السؤال؟ لا لا هما انا قعدت اسالهم ومحدش رضي يجاوب يعني. كان قبل كده؟ لا قبل كده ايه؟ اي حاجه مش مشكله. برافو عليك. تمام ميرسي.